انواع المقاطع مع علي ناصر. اهلا بكم في الفيديو ده، هنحاول نتكلم فيه عن اهم واشهر المقاطع الموجوده بسوق مصر. هنبدا حديثنا عن المقاطع او الاستراكشر ممبر او الكمرات زي ما بتسمى في السوق، ممكن تسموها كمرات او مقاطع، او الاسم الانجليش طبعا استراكشر ممبر. هنا عندك مقطع حرف اي بيبقى فيه منه بعض الاشكال. اول حاجه دبليو سيكشن، ده اللي بيتميز بانه هو بيكون الفلانش بتاعتك فلات من اعلى والاسفل، واللي في النص ده العصب او بتسمى الويب، بيتعرف في المصفر او في السوق باسم دبليو 6 مثلا في 12. 6 دي معناها ارتفاع الكاميرا او الديبس بتاع الكاميرا او المقطع. اما 12 ديت الحمل الموزع اللي بتقدر تشيله الكاميرا ديت، بيبقى بالوحدة الباوند بير فوت او الرطل لكل قدم. ده ممكن تحوله للوحدة الايزو مثلا او المتريك عن طريق تضرب 1.5، هيبقى القيمة دي ال 12 في 1.5 هيطلع لك بالكيلو جرام على المتر. طيب حمل موزع يعني ايه؟ يعني لو فرضنا ان في شخص وزنه، في شخص كده وزنه 100 كيلو، ال100 كيلو دول بيبقوا مركزين على نقطة واحدة، تمام؟ أما لو الشخص ده نام كده فرد جسمه على الكاميرا بالمنظر ده كده، ال100 كيلو دول بقوا متوزعين على المساحة اللي هو ريح عليها كده بالمنظر ده، يبقى ده معنى الحمل الموزع. يبقى لما نقول 12 باوند بير فوت، يبقى الكاميرا دي بتشيل حمل موزع 12 باوند بير فوت. طبعا الاي سيكشن دوت او الدبليو سيكشن بيستخدم كاعمده، يعني معظم اعمده الاعلانات اللي بتشوفها في الشارع تلاقي العمود بتاعها معمول اي سيكشن في الغالب يعني، وبتستخدم مع الجانونات والبيرنج ابلكيشن. في نوع تاني من انواع الاي، الاس سيكشن دوت بيمتاز بانه الفلانشة بتاعته بتكون فيها تيبرد كده، بعكس الدبليو سيكشن بتكون الفلانشة فلات. الاس سيكشن هتلاقيه في المواصفة او في اي تيبل خاص بالجداول الاي سيكشن، تحديدا الاس سيكشن تلاقي اس 8 في 18.4، 8 دي الحمل اسف الارتفاع، اما 18.4 الحمل الموزع على الكاميرا. الكاميرا ديت او المقطع ده بيستخدم مع الاحمال الصغيرة، و يعني بتبقى اقل من الاحمال اللي بيشيلها الدبليو سيكشن. نشوف نوع تاني من انواع الاي سيكشن وهو الاتش بي سيكشن. الاتش بي سيكشن هو زي الدبليو سيكشن، لكن هنا بيبقى ايه، عندك الويتس او الديبس بتاع بيساوي الفلانشة، يعني الطول بيساوي العرض، تمام؟ ده الفرق الوحيد ما بينه وما بين الدبليو سيكشن، والفلانش بتاعته بتبقى فلات. بيتعرف في المصفة او في السوق هتلاقي اتش بي 8 في 36، 8 دي الارتفاع او الديبس، و 36 الحمل الموزع اللي بتشيله الكاميرا. طيب نشوف نوع كمان من انواع الاي سيكشن وهو نوع الام سيكشن. الام سيكشن بيتعرف في المصفة بام 7 في 5.5 مثلا، 7 دي معناها ارتفاع الكاميرا و 5.5 الحمل الموزع. هو زي الدبليو سيكشن لكن بيشيل احمال قليله شويه، يعني اخف من الدبليو سيكشن. عندنا برضو في نوع تاني يعتبر يعني ممكن تصنفه من انواع المقطع حرف اي، وهو دبليو تي سيكشن. الدبليو تي سيكشن هو كان في الاصل دبليو سيكشن بس اتقطع نصين، يعني واصله حرف تي كده بنسميها الدبليو تي، طالما الفلانش بتاعتها فلات فبيقول عليه بيتقال عليه دبليو وتي عشان واخد حرف تي. تلاقي في المواصفه دبليو تي 5 في 13، الخمسة الارتفاع و13 الحمل الموزع بتاعه، زي ما قلنا ان هو ناتج من قطع الدبليو سيكشن جزء نصين، وبيستخدم كبراكت، يعني ممكن تستخدمه كبراكت كرسي او عمود للاحمال الصغيره، يعني تثبت الويب
ديت والفلانشة تشيل اي حمل معين بس حمل صغير. عندنا من انواع الاي سكشن الاس تي سكشن، وهو ناتج من قطع الاس سكشن نصين وبيستخدم برضو كبراكت وبتلاقي الفلانشة بتاعته فيها تيبرت زي الاس سكشن بالظبط، بيتعرف اس تي 10 مثلا في 48 ارتفاع في حمل الوزن. هنشوف انواع تانية من انواع المقاطع الموجودة في السوق، ومن اشهر المقاطع الريل سيكشنز او ريلز سيكشن اللي هو القضيب مثلا، بيتقال عليه القضيب. القضيب دوت بيستخدم غالبا مع الكرينز او الاوناش، يعني كأنه جسر ويتركب عليه حاجة متحركة عجلة، هتلاقيه في الجداول او المصفى H 130 مثلا في 35.7 الH دي الارتفاع، ال 130 دي الارتفاع، وال 35.7 دي الحمل الموزع. ده شكل المقطع، وزي ما قلنا ان هو بيستخدم غالبا مع الكرين او بيستخدم كقضيب للكرين بريدج، الاجزاء المتحركة بتاعت الكرينز. من انواع المقاطع اشهر انواع السي سيكشن. السي سيكشن بيتعرف بـ C5 مثلا في 5.4، الخمسة ديت ارتفاع الكاميرا 5 بوصة، والخمسة واربعة من عشرة دي الحمل الموزع. ممكن يتقال عليها C شانل، الحرف C ده بيستخدم في أواعد الماكينات وفي الإنشاءات عموما، وممكن نستخدمه كأي سيكشن، يعني نجيب الوصلة دي تبقى في دبل منها دبل C ونعتبره ان هو اي سيكشن، نربطه بالتات من فوق مثلا. من انواع السي سيكشن برضو الام سي سيكشن. الام سي سيكشن يعني هو زي السي سيكشن اللي فاتت، بس هنا بيشيل احمال اكبر شوية، بتعرف برضو بسي 18 في 58 مثلا ارتفاع في الحمل الموزع. في عندنا من كمرات الخاصة زي الزي سيكشن. الزي سيكشن بيتعرف بطول في العرض في الارتفاع في العرض في التخانة، ده بيستخدم في أعمال التركيبات ويعني الأحمال الصغيرة بيبقى مناسب ليه. عندنا تاني من أشهر أنواع المقاطع مقطع حرف L، أو يعني في نوعين من مقطع حرف L. النوع الأولاني LS سيكشن، وده بيبقى الطول زي العرض، يعني الارتفاع ده زي العرض ده، اتنين بيبقى مثلا تعريفه 2.5 × 2.5 × 0.375 اللي هي السمك، طول في العرض في السمك. غالبا بيستخدم في اعمال انشاءات وبراكت واعمال الجملونات، لانه بيشيل او بيقاوم الاكسيال لود الانجل ديت او الزاوية، يعني الزاوية دي ليها استخدامات كتير او في الاستراكشر ممبر او عمل بناء الهيكل. في نوع تاني من انواع الزوايا، النوع اللي فات ده كان متساوي، في نوع تاني بقى مش متساوي، الارتفاع بيبقى زي العرض، وده بيستخدم للاحمال الصغيرة. يعني هنا ممكن تلاقي نوع صغير منه الطول والعرض واحد بس بيبقى راوند، يعني اللي فات لو رجعنا اللي فات هتلاقي هنا ان السكشن سكوير مفيش راوند والطول والعرض متساوي. في راوند ممكن تلاقيه طول والعرض متساوي او الطول غير العرض مختلف، تمام، ده بنسميه ال سكشن. النوع اللي فات ال اس سكشن. من انواع المقاطع المشهورة المقطع المواسير او الاو سيكشن، واللي بتعرف في الستاندر يقول مثلا 0.5 اس سي اتش 40 بايب او نص سكيدول 40 ديت اللي هي ايه الحمل الموزع على الماسورة. هنا عندك النص ده القطر الداخلي، تمام، ده بيستخدم في اعمال الجملونات. من انواع المقاطع برضو المشهورة مقطع مربع او مستطيل،
واللي هتلاقيه في المواصفة بيتعرف بالارتفاع في العرض في السمك، وده بيستخدم في أعمال التركيبات ومن أشهر المقاطع. وبكده يبقى احنا اتكلمنا عن معظم أنواع المقاطع. أتمنى يكون الفيديو مفيد. كان معاكم مهندس علي ناصر، تحياتي.